في عام 1999 عندما كان العالم يهيئ نفسه للترحيب بالألفية الجديدة، باشرت مستشفى أوراسا بتقديم رعايتها الصحية في مشفاها الكائن بمنطقة زيتون بورنو وسط مدينة إسطنبول تحت شعار ليس شيء مهما بقدر أهمية الإنسان والصحة. ولكي نصل بمستشفياتنا ومراكزنا المستقبلية إلى أعلى مستوى مطلوب، فقد عزمت أوراسا على بناء فرعها الجديد في منطقة كوتشوكوي المكون من 19 طابقاً بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات عالية الجودة. أوراسا هوسبيتال alt yapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı düzgün ameliyathanelerimiz vardır. تركز مستشفى أوراسا على أهمية الإنسان بقدر اهتمامها بأولويات الصحة، ومن مهام الفريق الطبي المتخصص في مستشفى أوراسيا السعي إلى إرضاء المريض ومرافقيه. وقد نجحت مستشفى أوراسيا في إحراز لقب مستشفى الدرجة الأولى خلال فترة وجيزة نظراً لتوافقها مع المواصفات النوعية في الرعاية الصحية والتي منحتها وزارة الصحة بعد إلحاقها بمواصفات الآيزو 9001 التي ساهمت على رعاية حقوق المرضى كقاعدة أساسية في المستشفى. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. تعد مستشفى أوراسا أول مستشفى خاصة منحت رخصة معالجة الأورام بالأشعة، وساهمت مشفانا على توديع استثمارات جديدة يوماً بعد يوم لتقديم الخدمات والرعاية الصحية بشكل واسع وبالنوعية الممتازة. وتوسعت المستشفى لحين أن وصلت مساحتها المسقوفة إلى 17,000 متر مربع. مركز معالجة الأورام المنفذ بالمعالجة الشعاعية راديوثيرابي، وحدات أمراض القلب وتغيير الشرايين التي نفذت في عمليات جراحة القلب بايباس والقسطر، وحدات تصوير المجهري، وحدات التجميل الجراحية والتجميلية الطبية، المختبرات ومراكز تصوير الشعاع المتطورة التي تواكب أحدث التقنيات، وحدات العناية المركزة التي تتسع إلى 51 سريراً مخصص لوحدات العناية المركزة، وعمليات جراحة القلب وأطفال حديثي الولادة، سيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، غرف العيادات الخارجية أكثر من 30 غرفة مجهزة بتجهيزات طبية متكاملة تتسع إلى 135 سريراً، 6 وحدات غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات التي تساعد في إنقاذ وإعادة الحياة لأشخاص الذين قد يكونون في حالات خطرة والتي ينقذ بها المرضى من الموت بإذن الله، 3 غرف عمليات ولادة التي يتنفس فيها الأطفال لأول مرة على هذا الكوكب، 3 في المجموعة الشمسية. تقدم أوراسا من خلال 26 فرعاً خدمياً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع من خلال سعتها المكونة من 350 سريراً، ويقوم بخدمتهم 50 طبيباً متخصصاً. تعمل وحدة زراعة الشعر المتوفرة في المستشفى على إسعاد 10 أشخاص شهرياً على الأقل. يولد كل طفل بمزيد من البهجة والسرور والأمل. الأطفال هم من يجعلون المستقبل أفضل، وتجهد أوراسا على محاكاة الأطفال وهم في بطون أمهاتهم، وتقدم المساندة لهم بعد ولادتهم وفي كل مرحلة من مراحل نموهم في بطون أمهاتهم. وهناك العديد من العائلات تسعد بتلك المتابعة القريبة والخاصة. أما بعد الولادة تتخذ أوراسا كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة في سبيل نموهم بشكل جيد من خلال متابعتهم حتى يعتادوا على الحياة الطبيعية. تبعد مستشفى أوراسا الكائنة في وسط مدينة إسطنبول 10 دقائق من مطار أتاتورك الدولي، ولا تقع قريبة من محطات مرماراي وتراموي، بحيث يكون من السهل الاتصال بنا هاتفياً على 0-212-665-50-50.